السلام عليكم الأحباب الكرام بدروب مدرسة كريمة، كلكم كل سنة وانتم طيبين والسنة الجاية تامين والأمين. بخصوص انتشار السرطان، فعلا المزالة دي يعني أصبحت حاجز لكل إنسان يسكن الشمالية، وزي ما قال الدكتور بتاع مدير مستشفى الزرة، وهو أظن ذاته من البركل، وفي في في ندوة قال يعني متوقع أي إنسان يتوفى في الشمالية ما لم يكن بحادث أو ذبحة الوفاة سرطان. يا جماعة عشان أكون صريح معاكم، نحن قبل 3 سنة اتحركنا من جريدة الانتباه، وأبونا مشينا في منطقة اسمها وادي بشارة في 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 ولاية نهر النيل. في المنطقة دي لقينا السرطان في بعض البيوت، والله العظيم ما كتل 10، وفي بيوت 7، في بيوت 8، وفي بيوت 5، أما 3 دي حاجة عادي جدا. الناس هناك استغاثوا بينا، قالوا لنا سنة 84 جاتهم شركة يضمانية وقالوا للأهالي هيعملوا لكم مشروع، وفتحوا الطريق من البحر لحد مسافة 25 كيلو في الخلا. فقمنا مشينا هناك، ومعايا الصحفي نادر بلة والمصور متوكل بيجاوي، ولقينا العربي اللي كان ماسك لهم حارس لهم الآليات، دول عمره 84 سنة كده. فقام وقفنا في حتة، قال لنا هنا كان بتجيب عربات وهناك بتنزل الطيارات وتنزل الحاجات دي في صناديق، وحفروا ودفنوها هنا. مشينا في المنطقة دفنوها دي، فيها دي فعلا لقينا يعني حفرنا بسيط كده، لقينا في 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 صبة أو خرسانة كبيرة جدا وطالعة منها سلوك. في الحتة اللي طالعة منها سلوك دي قمنا شلنا عينة من التربة وجينا جبناها لناس هيئة الطاقة الذرية هنا، لقوا فيها جاء عالي جدا، وحتى قالوا لنا يا أخي ما كان تخاطروا وتجوا الحاصل شو، لأنكم كده أنتم معرضين للإجاعة. زي ما قلت لكم سألت الحارس اللي كان ماسك الآليات ده، قال لي يا أخي هنا بتجي الطيارات وتدفن وتجي بالليل وبيجوا ناس، وحتى أشر لي على الشارع، الشارع ده باش ومفتوح، قال لي ده ماشي لحد ما نعطيكم مرة هناك. جينا نشرنا زي ما قلت لكم الحلقة الأولى، جات الاتصالات وقفوا البلد ما ناقصة، صلاح بوش وقف وشريف التهامي قال وقفوا، لكن بحمد الله لقينا واحد من الكام ماسكين المحافظه من الفلاشه وفي اخرها دينيبيري محامي، عنده كل الوثائق دي رسل لنا ولده وادانا ليها، وفيها كل المسجلات والخرات والشركات اللي عملت ودفنت وكده وهناك، واسامي الناس اللي كانوا متورطين، وملكنا كل الداتا. والغريب انه السفاره الالمانيه كانت متحمسه جدا للموضوع، قالت انتوا انشروا ونحن بنجي نتابع معاكم ونلزم الشركه دي. قبل كده في زاير دفنوا برضه نفايات هناك، الزمناهم اقاموا 18 مستشفى في دوله زاير لعلاج المرض، وده من حقكم يا جماعه ما تقيفوا ونحن بنحميكم. لكن لقينا تهديد ولقينا يعني مضايقات وقمنا وقفنا. الان انا لو لقيت ناس وقفوا معاي كل الوثائق دي عندي وموضحه ومدفونه وين وبخرايط وكده، فاشد حيلكم معانا عشان تنقذوا باقي اهلكم الفضلوا. اقول باقي اهلكم الفضلوا. شكرا جزيلا.